ينصرون الإسلام والتحدث باسم الإسلام والمطالبة بتطبيق الشريعة على المجموعة الموجودة في ربع العدوية، وبعض التصريحات للأستاذ عاصم عبد الماجد بالتهديد برفع السلاح، وإننا إذا رفع في وجهنا سلاح ضج السلاح. ما تعليقكم على هذه التصريحات وهذه الاتهامات الموجودة عند بعض الأفراد من الشعب المصري؟ لا غير صحيح تماما. ممارسة العنف واضحة، من يمارس العنف الآن؟ الجميع، العالم كله اتفرج على حرق مقراتنا وحرق المركز العام امبارح وإلقاء القنابل وإلقاء الاسطوانات الغاز إلى داخل المقرات وحرق المقار بتعاون مع الشرطة وليس فقط بصمت الشرطة. وبالتالي الجميع يدرك شبكة البلطجة التي يحميها شبكة الحزب الوطني ورجال أعماله السابقين يمولوها وتؤمنها الشرطة الآن. لا قبل لحديث عن العنف في الصف الإسلامي بتاتا، وحتى الذين يتحدثون عن ألفاظ أو عن كذا فليقارنهم الألفاظ في الجهة الأخرى التي ثبتنا بأحط السباب والألفاظ ويعني حرضت على قتلنا، يعني هي المدانة. لكن أن نتحدث الآن عن أن لماذا يحمل الإخوان المسلمين مقراتهم، ولماذا يتواجدوا في المقرات أثناء الهجوم عليها، ولماذا يقطر المعتدى عليه دما حينما يضرب بالرصاص من الطرف الآخر، أظن أن اللوم ينبغي أن يوجه والاتهام بالجريمة ينبغي أن يوجه للجاني والمجرم وليس للمجني عليه والضحية. الحديث باسم الإسلام دائما وأن هنا حماة الشريعة أو حماة الإسلام، أليس الشعب المصري كله شعب مسلم ويريد تطبيق الشريعة؟ صحيح. ما نفهمه من إسلامنا الذي نعتز بالانتساب إليه ونعتز به الانتماء إليه، ومن ذلك أن نقول أننا مسلمين. يعني ما نفهمه من إسلامنا وما نفهمه من شريعة الإسلام العظيمة السمحاء أنها تطالبنا في هذا الموقف برفض أي صور اعتداء على إرادة الشعب. إرادة الشعب ده واجب مقدس في الشريعة الإسلامية، وبالتالي حينما نتحدث عن الإسلام في هذا النطاق ونتحدث عن الشريعة في هذا النطاق نحن نتحدث عن حق هذا الشعب في إعمال إرادته وجريمة الاعتداء على هذه الإرادة، سواء جاء هذا الاعتداء من أطراف سياسية أو من بلطجية أو من النظام السابق أو حتى إذا جاء الاعتداء ده من أي من مؤسسات الدولة. لكن التوقيعات يا فندم اللي جمعت في الشارع 22 مليون توقيع هي شرعية أيضا؟ إذا كان هذا صحيح وهناك 22 مليون توقيع فليذهب أصحابها مباشرة إلى الانتخابات ليشكلوا أغلبية برلمانية ويشكلوا حكومة ويعدلوا الدستور ويحاكموا الرئيس من خلال الآليات الديمقراطية. إذا كان معهم 22 مليون صوت صحيح، لماذا يذهبوا إلى لغة الرصاص والخرطوش والمولوتوف والاقتحامات والاشتباكات؟ فشلوا في أن يجمعوا الشعب من ورائه معهم، باستثناء كما قلت من اشتروهم بالأموال ومن جمعوهم من خلال البلطجية وعصابات الحزب الوطني السابق. حينما يكون في المشهد الذي للأسف يسمى مشهد ثوري الآن حسن عبد الرحمن وأحمد جمال الدين ومرتضى منصور وفريد الديب وأحمد الفضالي، يعني أظن وأنا أستطيع أن أحدثك عن عشرات أسماء قيادات البلطجية الموجودة في مصر وهي في هذا المشهد الثوري الآن المحسوب للأسف الشديد على الثورة وهو في حقيقته مشهد الثورة المضادة. الصورة واضحة.